مسيرة تضامنية مع أخواننا في فلسطين، نصرة لهم وما يحدث معهم من قتل وتدمير وتفجير، وأيضا نصرة لهم واحتفالا بالذكرى الأولى لطوفان الأقصى. خرجنا اليوم نتضامن مع أهل غزة من القصف اللي حصل لهم، وأطفال غزة يعانون من القصف والجوع ويموتون الأطفال من الجوع. اليوم نناشد فلسطين، نحن معهم يدا بيد، ونحن قلوبنا دائما تتوجع لما حصل لهم. طبعا لما نذكر غزة، مجرد ما نذكر غزة ألم لا نستطيع، يعني يعجز اللسان عن ذكرنا لأحداث غزة، لكن عتبنا فعلا، يعني احنا نعمل المستطاع، ولو كان بأيدينا والله ما سكتنا ولا تخاذلنا، لكن ما هوش بأيدينا إلا الوقفات الاحتجاج احنا وطلابنا وأبنائنا والخروج والوقوف مع غزة، لكن عتبنا على الحكام العرب الذي بأيديهم، اللي ماسكين الحدود، اللي مستطيعين يوصلوا الغذاء. والله لو اجتمعت الأمة العربية كيد واحدة وقبضة يد واحدة انهم لداسوا إسرائيل تحت أقدامهم.